تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600 واحد أربعة أو عبر الرسائل النصية القصيرة اس ام اس 4006 صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة سعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحه وسعاده هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه رعايه دكتور نيوتريشن اذا البرنامج هذا كما نقول دائما مستمعينا ان برنامج تقدمه لكم الهيئه ليكون حلقه تواصل ما بينها وما بينكم اللي عنده اي ملاحظه اي اقتراح اي آه؟ شكر لازم شكر لازم شكر كل يوم لازم <applause> صباحك الله بالخير دكتوره ندى الملة صباحك الله بالخير اخوي محمود صباحك الله بالخير والنور والسرور خلينا نكمل اللي عنده اي اقتراح اي ملاحظه, ملاحظة. شكر. اي شكوى شكر. يبغي يوجهها ايضا اي شغلة ممكن أن تساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي يعني نحن على أهبة الاستعداد لتلقي اتصالاتكم وملاحظاتكم على على ارقام التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي على الانستغرام وأكاونت نور دبي لايف على الانستغرام إذا نبغيكم تتواصلون معنا عبر هذه الأرقام وهذه القنوات الخاصة بالتواصل الماوس مال الكمبيوتر شو يسوي عندك زين عموما دكتورة سلامة تسلم عليكم. اي والله كل يوم تسلم عليكم وتقول لكم حياكم الله في المنشات الصحيه التي تعمل حاليا بنظام سلامه اللي هي مستشفى راشد، مركز البرشاء الصحي، مركز دبي للامراض الجلديه، مركز دبي للعلاج الطبيعي واعاده التاهيل وعيادات المطار، وتذكركم بضروره اخذ او اصطحاب اوراقكم الثبوتيه اللي هي بطاقه الصحيه بطاقه الهويه وبطاقه التامين ان وجدت وايضا نطول بالنا ونوسع صدورنا ونستمتع بالملف الطبي الالكتروني الموحد الجديد سلامه وان شاء الله تستانسون بالخدمه اليوم ما شاء الله عندك استشاره طبيه قبل البرنامج طويله قلنا على يا دكتور الله يخليك نبتدي الحلقه اذا بعد بعد الاخبار اذا بنبتدي الحلقه بنحضر من بنطلع لايف بنسوي استشاره طبيه ما خلصت لكن ناخذ يعني م... ناخذ مداخله محمود قبل المداخلة يمكن بيستشيروني بعد والله يلا خلينا ناخذ المداخلة استشارة بعد على الهواء الو الو السلام عليكم, عليكم سلام السلام ورحمة الله نتعرف عليك آه وياك احمد الزرعوني من مجموعة فريق الامل مع الامل حياك الله يا احمد اول شيء صبحكم الله بالخير واصبح على المستمعين والحمد لله اني حصلت الفرصة اني اتكلم في برنامجكم اللي برنامج متميز فيها وايد معلومات صحية الواحد يعني يتريص صلح بس عشان يسمع برنامجكم. ما تقصر اخوي شكرا شكرا لرسالتك الايجابيه دكتور في بداية البرنامج انا ما عندي اسئله طبيه. <applause> حياك اي شيء عندك حياك الله في البرنامج كفايه اتصالك. الله يحييك. أه اليوم انا عندي مداخله حبيت اشارك هالموضوع وياكم لان برنامجكم يعني منصه يعني فريده من نوعها ان الواحد يشارك هالمعلومات وياكم. ما تقصر. أه انا اسمي احمد الزرعوني من فريق مع الامل آه فريق آه تطوعي آه يضم مجموعه من الشباب والبنات من دوله الامارات نشارك الاهتمام بموضوع الامراض النفسيه والعقليه. ما شاء الله آه عندنا نشاطين، النشاط الاول آه نسوي ورشات فنيه ورشات زراعيه ورشات يعني عندنا وايد ورشات حق المرضى النفسيين مم. والعقليين مم. آه وعندنا مم. النشاط الثاني اللي هو ننشر الوعي في المجتمع. نسوي فعاليات ننشر الوعي عن الامراض النفسيه والعقليه. ممتاز. باذن الله هالجمعه ان شاء الله بيكون عندنا اول فعاليه بعنوان حوار الامل. منطلق الضوء على مفهوم الصحه النفسيه والعقليه في مجتمعنا، يكون ان شاء الله تاريخ 5/5 خمسة خمسة يوم الجمعه. من 7 المساء ل 9 المساء فحضوركم يشرفنا دكتوره. وين مكان بيكون؟ بيكون؟ بيكون ان شاء الله في السركال افنيو باذن الله. في منطقه القوس في اماره دبي احمد الدعوه عامه لجميع المستمعين نعم نعم الدعوه عامه واحنا يشرفنا حضور مستمعينكم الكرام وحضوركم انتم ايضا بعد ان شاء الله تعالى وشوف يعني على مواضيع الصحه النفسيه نحن ما نطرش دكتوره ندى إنزين عشان تعالجين عشان تعالجين أوه. 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 أي عشان اعالج ان شاء الله وان شاء الله بننشر الخبر ونخبر الناس ان فيها الفعاليه الجميله وشاكرين لكم صراحه حتى اسم مبادرتكم حلوه يعني تبعث الامل مشارة. في نفوس الناس ما شاء الله تعرفين احنا الورشات اللي نسويها حق المرضى نكتشف مواهب فنيه جدا جميله عندهم مواهب فنيه مواهب في الزراعه عندهم يعني الواحد م. يستغرب انه عندهم المواهب احمد أنا, انا السؤال اللي في بالي كيف نشات فكره انشاء مثل هذه المجموعه من وين يت؟ الفكرة جت من وحدة من البنات ويانا اسمها فاطمة موسى م. هي أول بنت خطرت في بالها الفكرة بعد قراءة فصل في كتاب مم. يتكلم عن الامراض النفسيه والعقليه مم. بعدين ما شاء الله هي ما قصرت جمعت الشباب و كم يعني عددكم الحين ما شاء الله تقريبا طفنا ال15 عضو حاليا ما شاء الله كل يوم العدد يزداد ويزداد والاعضاء عباره عن اطباء ولا ناس عاديين الشيء الجميل الشيء الجميل دكتور احنا مو بس اطباء عندنا دكاتره عندنا ناس دارسين فن عندنا ناس دارسين بزنس ناس دارسين يعني مثل من كل, من كل دراسات عندنا من كل ممتاز يعني من كل فئات المجتمع عندنا ممتاز بنات واولاد كبار صغار احمد الزرعوني جميل. اي الله يوفقكم ان شاء الله اخوي احمد الزرعوني آمين من آمين. مجموعه آمين. الامل صح اسمها الامل امين وعنده يعني مع, مع, مع الامل مع الامل الأمل. اذا عندهم فعاليه بتكون ان شاء الله تاريخ 5 5 اللي هي بيصادف يوم الجمعه 5 5 5 5 من 7 ل 9 المساء السركال <applause> افنيوز افنيوز وين مكان السركال افنيوز؟ في منطقه الجوز في اماره دبي. الجوز في اماره دبي، اذا هذه دعوه لكم مستمعينا الكرام للمشاركه في هذه الفعاليه ودعم هذه الفئه التطوعيه اللي تساهم بشكل او باخر بدعم مثل آآ آآ هذه الفئه الخاصه بالامراض النفسيه. وهني على طاري شكرا لك احمد شكرا لك يومك سعيد شكرا لكم على اعطائي الفرصه للمداخله واتمنى لكم يوم سعيد لكم وللمستقبل. شكرا. شكرا شكرا دكتور على طاري الاعمال التطوعيه يعني م. نشوف مثل هذه الفئه الفكره انا ليش سالت وين جت فكره هذا يعني آه وحده مجتهده آه آه قرت فصل في كتاب عن الصحه النفسيه او عن الامراض النفسيه خطر في بالها أن تنشأ هذه المجموعة من الشباب تلمهم وتحاول تسوين مثل هذه الفعاليات اللي ممكن تساهم بشكل أو بآخر في تخفيف عن, هذه، عن هؤلاء المرضى ونحن كنا نتكلم دائما عن الصحة النفسية تكلمنا اكثر من مره في هذا الموضوع سواء تط... في البرنامج وتطوع او تطوع حتى... محمود بعد تذكر في دراسه قبل ان التطوع يخ... يخفف خطر الخرف والتقدم السريع بالشيخوخه فهي فرصه بعد التطوع على طار الشيخوخه كيف تؤثر الرياضه على القدرات العقليه خلال الشيخوخه كيف اعتقد انها تخفف اعراض الشيخوخه تعتقدين وجد علماء من انا اعتقد انك ما قريت الخبر للحين لا بعد لكن... ما قريت عموما وجد علماء من جامعه كان بيرا في أستراليا وسيلة للحفاظ على صفاء الذهن والقدرات المعرفية في سن الشيخوخة انزين؟ ونشرت نتائج بحوث العلماء في المجلة البريطانية للطب الرياضي بحسب تيليغراف آه، اللي هي صحيفة تلغراف ووفقا للقائمين على الدراسة فإن دروس التربية البدنية الأسبوعية لمدة 45 دقيقة تساعد في الحفاظ على القدرات المعرفية مثل انتباه الذاكرة لدى الذين تجاوزوا سن الخمسين 50 عاما لازم تسوين دكتور 45 دقيقة. زين كما ينصح العلماء بممارسة التمارين الرياضية لمرة أو مرتين في الأسبوع. كما جاءت النتائج مماثلة بعد تحليل عشر دراسات حول العلاقة بين القدرة المعرفية والنشاط البدني ويشير الخبراء إلى أن التأثير الإيجابي يتضاعف في حال الجمع بين التدريب البدني واتباع نظام غذائي صحي والاقلاع عن التدخين وشرب الكحول. يعني النظام الصحي اللي دائما احنا نقوله محمود. والله انا دكتور انا عيست من الوالده احاول اقنعها ألف ان الف تحيه لك اي والله محمود. عيست من ذاك اليوم انت لو شفتي داخل البيت ولا شوف تشرب قوطي بيبسي قوطي ماي غازي انزين <applause> ما نقدر نقول شيء. إيه ويوم جيت بسحبه الله يخليك وهذا اخر قوطي وما يعني سويت لي دراما بعد رحمته وعطيته خاطرها مسكين وقال هذا اخر قوطي بتشربه لكن رحمته والله بس تعالي امي هذا جوتي رياضه اباك تمشين اباك ما يا ما ركبي تعورني تقول لك ما ادري كذا وما يعني ما اعرف خذها معاك محمود خذها أنت إذا تمشي لحظة ترى كبارس ما بقول كبار السن يعني كل ما نكبر إحنا يبانا سياسة معينة أنا أه بقول لك حين عزمت مرة تدخل الممشى هي زين والله زين وايد استانست دخلت الممشى طال عمرك مشت شويه حصلت خالتي جالسه حاطه القهوه وما ادري كذا جلست وياها وجلسوا ضرب سوالف وقهوه وشاي راحت الرياضه ال... راحت الرياضه, الرياضة. شو رايك؟ المفروض <applause> توفق بينها وبين خالتك تقول لك تواعدوا في نفس الوقت الممشى زين عموما نحن وصلنا الى الفاصل دكتوره بعد الفاصل عندنا موضوع جميل ما نتكلم فيه عن مبادره يمناك بما ان نحن اليوم عايشين مبادرات خيريه ومبادرات صحيح. تطوعيه فبنتكلم عن هذه المبادره بيكون معنا الاستاذ عبد الله بالعومه رئيس قسم شؤون واجراءات الموظفين في هيئه الصحه بدبي بيتكلم عن هذه المبادره للتكافل الاجتماعي ودعمها للموظفين ففاصل بعد الفاصل متواصل ارقام التواصل دكتوره 600551414 والرسائل النصيه على 4006 موجودين لايف على اكونت انستغرام هيئه الصحه ونور دبي فاصل وراجعين صحه وسعاده سعد <applause> الله اوقاتكم مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي اذا مستمعنا قبل الفاصل وعدناكم انه بيكون معنا في الاستوديو الاستاذ عبدالله الله رئيس قسم شؤون واجراءات الموظفين في هيئه الصحه بدبي حياك حيا الله حياك الله اخوي عبد الله إذا ما نتحدث عن مبادرة يمناك للتكافل الاجتماعي هذه المبادرة التي تم اطلاقها حقيقه بالتزامن مع عام الخير يعني هنالك الكثير من المواضيع التي معك اخوي عبد الله لكن بنركز اليوم على هذه المبادره يا ترى ما هي هذه المبادره؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم على المستمعين مبادرة هناك هي مبادرة اطلقتها هيئة الصحة بخصوص مساعدة او اللي هي من الموظفين للموظفين، هو صندوق تكافل اجتماعي يختص بمساندة الموظفين واهالي الموظفين من الدرجة الأولى. <applause> يعني على سبيل المثال أعطيك من الحصر يعني موظفة عندها مشكلة مع ولدها صحية مو بقادرة تعالجه. بسبب الم... الم... من ناحية المالية. الناحيه الماليه من الناحيه الماليه، الناحيه الاجتماعيه مثلا، الهيئه تتكفل بهالشيء او صندوق بالاخص يتكفل بهالشيء. آه صندوق طبعا <applause> في لجنه هي تم تشكيلها عن طريق رئيس مجلس الاداره والمدير العام ورئيستها اللي هي الاخت امن السويدي مديره الموارد البشريه واعضائها يتكونون من آه مختلف القطاعات في الهيئه بالاضافه الى المقررين والاعضاء الاخرين من الموارد البشريه. ممتاز <applause> من هم مستفيدين من هاي من هالمبادره؟ شو الشروط اللي ممكن الواحد تتوفر فيه عشان يحصل على نقول معونه او المساعده حسب مبادره يمناك؟ آه يعني هي بس للموظفين ولا حتى؟ هي للموظفين فقط فقط هي ها. من الموظفين للموظفين اوكي يعني انا بقول لك اياها الموظف مثلا انا أو أنت محمود نحن نقدر نستقطع شهريا من رواتبنا حق اللجنه <applause> اوتوماتيكيا يستقطعون عندك 50 درهم 25 درهم 50 درهم 100 درهم 250 درهم مبالغ رمزيه يعني مبالغ رمزيه تستقطع من الموظف حق اللجنه او اللي هو والله صندوق والله انا راي عبدالله اذا تخلونا بعد المبالغ يعني مو بس تحددونه خلوها حتى لو الشخص العادي البسيط اللي يبغي يحط خمس دراهم بعد خليه يحط ترى نحن في المرحلة الثانية م. بنفتح انه بيكون دايركت اللي يبغى يحط دايركت في حساب اللجنة يقدر يحط المبالغ في ناس يقول لك انا عبدالله بحط مرة واحدة فهاي ان شاء الله على المرحلة الثانية نحن بنقدر نفتح المبالغ بقى 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 صح دكتورة كم بتحطين نص مليون؟ لا 499 أه و... أه ألف بس بس ها؟ بس الخرد الباجي عليك زين عبد الله أه, تكلمنا عن نبدأ عن هذه المبادره تكلمنا عن المستفيدين من هذه المبادره أه, لكن أه, او او الاشخاص المستهدفون من هذه المبادره لكن الحين خليني اتكلم عن كيف ممكن الناس يستفيدون من هذه المبادره وكيف ممكن نشترك فيه. عشان نعطيك النص مليون طبعا الاشتراك بيكون هناك في في الموقع الالكتروني الخاص بالهيئه الانترنت بالاخص مم. في هناك ثلاث نماذج بتكون مم. موجوده وحاليا مطروحه حتى في الموقع نموذج طلب اعانه او طلب مساعده مهم. يقدر الموظف يطبعه او حتى يسجل تايبنج يكتب شو حالته ويرفق لنا المستندات. ممتاز. النموذج الثاني اللي هو اللي هو قيمه الاشتراك اللي حاب يتبرع يعني اللي حاب يتبرع يعبي فيه ويحط الأسماء الموظف يوقع ليش؟ لانه يكون شيء تعرفين يثبت ان الموظف خلاص يبغى ويكتب انه شهريا استطاع مثلا يختار 25 مهم. 50 100 درهم مهم. 250 درهم. وفي نموذج ثالث وقف الاستقطاع يمكن في موظفين يقول خلاص عبد الله انا اكتفيت مثلا تبرعت بسنه كامله ولا سنتين وقفوا الاستقطاع آه آه في حين عندي سؤالين هل اقتطاع انتم اوتوماتيكيا تقتطعونه أوتوماتيك من حساب الموظف من, من يستلم استلم النموذج اوتوماتيكيا من الشهر ان كان قبل تاريخ 15 بيكون مم. نفس الشهر ان كان بعد ال 15 بيكون الشهر دكتور انا ما ابغى ادخل في التفاصيل هذه لان ما اظن تهم المستمعين هي اكثر خاصه بالموظفين اللي عندنا بس خلينا نتكلم على الاشياء اللي ممكن نحن نتكلم فيها بخصوص المستمعين اللي اللي يبغون يعرفونا عن هذه المبادره الان كيف تم اختيار اللجنه اللي بتسوي هذه المبادره وشو هي المهام اللي اللي طلعت ومنوطه بهذه اللجنه اللجنه تم اختيارها عن طريق رئيس مجلس المدير العام <applause> ومثل ما قلنا مهام اللجنه لان انت عندك قانون اصابات العمل اللي هو اشترط على الموظف فقط فنحن هني اللجنه كانت اصابات اللي تي تندرج تحت الدرجه الاولى من الموظفين على سبيل المثال انا عندي من اهلي درجه اولى الوالده الوالد, الوالد، العيال الام الزوجه <applause> هذه اللي يعتبرهم درجه اولى فاللجنه اللي عندهم اصابات اصابه جزئيه اصابه كليه او حالات خاصه نحن نتكلم حالات خاصة شملناها ما قدرنا نحصرها مثلا يعني واحد عند مثل واحد مثلا ولده ما بقادر ياخذ له كرسي كهربائي مع او في اصابة نحن نساعد بهالشيء ممتاز لان انت عندك موظفين ذو اصحاب دخل محدود صحيح فما يقدرون يعالجون عيالهم لانهم غير مواطنين مثلا مم. صحيح فنحن نساعدهم في العلاج نساعدهم مثلا في امور خاصه بابنائهم <applause> مثلا واحد قال لك انا عبد الله مو اعيش بيتي يحتاج لصيانه <applause> نشوف الاوراق ندرس الموضوع اللجنه تدرس الحاله ونحاول نشوف الموضوع نحن حتى نساعده في صيانه <applause> المنزل <applause> <applause> الحالات الخاصه نحن شملنا ما قدرنا نحصرها فخليناها مفتوحه اصابات العمل او اصابات الدرجه الاولى والجزئيه عممناها على الموظفين من الدرجه الاولى اللي هم اهاليهم من الدرجه الاولى سائد الحالات الخاصه اللي تدرسها اللجنه. انزين الحين ليش سميتوها يمناك؟ هي يمين الموظف، نحن يمينك، نحن عونك، يا سلام يا سلام. سلام والله فكرة جميلة جدا يعني خاصة في في مجتمع مثل مجتمعنا مجتمع يعني يبادر دائما إلى الخير وايد ناس تحصلهم يعني من حصل يعني حتى لدرجة أن أحيانا نشوف الصندوق مع الاقتراحات والشكاوى في فلوس يتحرون الصندوق, إيه. الصندوق صحيح, صحيح. زين فجميل جدا أنكم أنتم سويتوا مثل هذه المبادرة عبد الله يعني شو تبغي تقول باختصار يعني مو بس لموظفي الهيئه لا انا اتكلم بشكل عام للجمهور انا اتصور اذا في مجال حتى كذلك نفتح الابواب للجمهور انهم يشاركون في مثل هذه المبادرات بيكون شيء كويس شيء زين ايضا عندنا نحن مجموعه من المبادرات اللي من خلال مكتب الخدمات الانسانيه في هيئه الصحه بدبي ممكن انهم يتوجهون وكذلك يتبرعون لاعانه المرضى بشكل عام المرضى المعسرون. أه والله حتى مكتب مساندات اللي هو الأخسان بالله بلاح عضو في اللجنه. آه. نحن خصينا انه هو يكون عضو في اللجنه لان الناس كلهم يعرفون انه هو المكتب اللي صحيح. قام بالمساعدات وهالاجراءات فنحن حتى طلبناه يكون عضو. <applause> فنحن طبعا تعرف انت عامل الخير وتوجيهات رئيس الدوله ونائب رئيس الدوله فنحن يعني أتمنى من الكل ما يقصر في هالعام والخير يعني الواحد كثر كثر ما زاد الخير او كثر ما عطى ترى الخير بيرجع له في الاخير صحيح صادق تمام عبد الله يعني كلمه اخيره تبغي توجهها بهذه المناسبه كلمه اخيره تبغي توجهها للموظفين ونحن بعد عندنا كلمه نوجهها لك بعد ان شاء الله آه طبعا الكلمه الاخيره اقولها مشكورين ما قصرتوا آه وطبعا نشكر مع رئيس مجلس الاداره المعالي حميد القطامي على المسانده الدائمه للمشاريع الخيريه في الهيئه وبالذات في مشروع يمناك ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. عبد صوتك اذاعي شو رايك تقدم البرنامج ويانا؟ يعني؟ <applause> ان شاء الله فاق طيب أه؟ فاق طيب خلاص نعتمده دكتوره ولا؟ يلا ابروف خلاص ما ما يبتلس الختم ما نختم لك الحين خلاص الختم الهابي فيس. <applause> <applause> عموما جزاك الله خير عبد الله شاكر حقيقه لاداره الموارد البشريه هذه المبادرات كانت هنالك العديد من المبادرات في مساله يعني تعزيز الولاء الوظيفي عند الموظفين صحيح. مثل هذه المبادره يعني تعطي الموظف يعني نوع من الارياحيه نوع من الامان وحتى الشخص نفسه اللي اللي بيتبرع بجزء من راتبه جزء بسيط مبلغ رمزي جدا نذكر بالمبالغ هي 25 25 50 100 250 250 و500000 مال الدكتور نت ما تبونها؟ طبعا الهيئة تبرعت بمليون درهم للصندوق هذا وايد مهم تحية آه. لهيئتنا الجميلة والله يعني هاي أكبر مبادرة مليون درهم مليون, مليون درهم. درهم نعم يحيي. سنويا في الصندوق ما شاء الله مليون درهم كل سنه كل سنة في الصندوق ما شاء الله انا كنت يعني هذه ح... المفروض اول شغله تذكرها اي <applause> <صحيح تصفيق> لا انا خليتها المفاجاه الاخيره ترى زين كنا ما نخلص اللقاء نحن مره <applause> لا انا ترى اخر شيء عشان اعطيك المفاجاه هذه جزاك الله <applause> خير يا عبد الله شكرا لكم هذه مبادره جميله اتمنى حتى هذه المبادره تعمم على جميع الدوائر الحكوميه في مو بس صحيح. في اماره دبي حتى في دوله الامارات لان صحيح. مثل هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تحقيق الامان الوظيفي صحيح. للموظف قدر الامكان جزاكم الله خير يعطيكم العافيه تبغى تقول شيء عبدالله؟ عبد الله في الاخير المبادره هذه تزيد روح التح... ما تقول التازر بين الموظفين صحيح صحيح تخلي الموظفين يفكرون في ربع الموظفين الثانية أكيد. اكيد في الاخير اللي بتبرع ترى كنا تبرع حق كل الحالات صحيح. اللي في الصندوق كم أكيد. بتبرعين الحين انت ما ترى ها... قلنا 499 الف 99 الف اي والالف عليه محمود ان شاء الله درهم درهم بقى. اصلا اي 99 درهم اي درهم اي يعني. والله محمد عيد درهم عموما شكرا <applause> لك دكتور على هذا التبرع السخي خذ عنها المبلغ مو بان تروح تي وما تاخذها لا تاكد ان الشيك في ايدك قبل ما تطلع أعلنت من البيت هو قالت بتدفع زين جزاكم زي. زي. الله خير عبد الله بلعومه رئيس قسم شؤون واجراءات الموظفين في هيئه الصحه بدبي كل التوفيق مستمعينا نحن بعد الفاصل ما نتكلم عن شو دكتوره عن اليوم العالمي لمكافحة الربو وخدمات الهيئة في هالمجال منو بيكون معانا؟ بيكون معانا إن شاء الله دكتور وليد استشاري أمراض تنفسية ورئيس قسم الباطنية في مستشفى راشد اللي حاب يتواصل معنا 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006 وايضا موجودين بس على نور دبي لايف لان أه، ما ادري أه، التليفون الثاني ما في انترنت ما شبك فصل ما في باسورد واي فاي فاصل وراجعين صحه وسعاده ورجعناكم תגיד לי אם תכניס. זה אוקיי, תאחרתי. <applause> سعد الله اوقاتكم مره اخرى تفضل دكتوره رجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحه وسعاده اذكركم اول شيء أربعة التواصل 600551414 والرسائل النصيه على 4006 وموجودين لايف على اكونت هيئه الصحه في دبي الحمد لله شغلنا مره ثانيه واكونت نور دبي ليش نذكركم برقم التواصل لان يعني معانا موضوع جدا جدا مهم اليوم نتكلم عن اليوم العالمي لمكافحه الربو معانا الدكتور وليد محمد شريف استشاري امراض تنفسيه ورئيس قسم الباطنيه في مستشفى راشد صباحك الله بالخير دكتور صباح الخير الله. طبعا العالم يحتفل باليوم العالمي للربو والربو مرض جدا شائع فلو ممكن تعطينا نبذه عن مرض الربو دكتور يعني البارحه بعد كان في يعني واحد م. الشباب حصلني في الباركينج كنت طالع من واحد من المولات فقال لي محمود الله يخليكم الجو تبدل فانا زتمان ما اقدر اخاشمك لكن تكلموا عن هذا الموضوع ان تبدل الجو في هذه الفتره وما ادري كذا وهذا فليش ليش ما تتكلمون عن هذا الموضوع؟ سبحان الله صادف ان نحن مسويين حلقه عن هذا الموضوع. آه اقول لك عن الربو، الربو هو مرض مزمن زين ومرض شائع تقريبا يمكن 14 ل 18% من الشعب عندنا مصاب بالربو مرض مزمن بس اللي يميز هذا المرض انه هو مرض متذبذب معناته يمر بحلقه يعني صحيح. مريض الربو مو بشرط يكون عنده اعراض كل يوم في السنه ولا مه. كل اسبوع ممكن شهر كم يوم في الشهر يكون عنده اعراض والايام الباجي ما عنده اعراض صحيح هذا الشيء مهم المرضى يعرفونه عشان هذا ممكن يسبب مشكله اذا المرض ما المريض ما عرف ان هذا المرض متذبذب معناته مو معناته اذا وقف وقفت اعراض المرض مهم. انت توقف دواء لا العلاج صحيح. لازم يكون مستمر صحيح آه مثل ما ذكر دكتور هو مرض مزمن ولا ذبذبات معناه لازم المريض يتعايش معه له شو ذبذبات أو لا مواسم متذبذب يعني يعني, يعني مو دا مو كل يوم عندك الأعراض ممكن طول السنة عندك أعراض مرتين في السنة ثلاث مرات كل شهر أو حسب تبدل الجو حسب المريض إلى آخر فمهم جداً إن المريض يعني لازم يتعايش مع مرض الربو فشو شو ممكن نقول لمرضى الربو خصوصاً مع الحين مع تقلبات الجو كيف يتعايشون مع مرض الربو مع أعراض الربو في هذا الجو الحين نعم طبعاً هو إحنا مريض الربو من نقعد معاه نحط أهداف <applause> شو أهدافنا احنا بيني وبين مريض الربو شو اللي نتوقعه من المريض <applause> نتوقع من مريض الربو بالرغم من أنه مرض مزمن أنه هو يحافظ على حياته تكون حياة عادية الـ الـ يكون نشط دائما ما بيرتاح لانه هو عنده ضيق في النفس لا مش ريكومنديشن صحيح والشيء الثالث مريض الربو لازم يهتم باتوقع شيئين اساسيين بعد سبيسيفيك للمرض انه يحافظ يكون في نطاق التحكم دائما صحيح ونطاق التحكم هو شيء احنا نحدده بعده اسئله وعده فحوصات يوم نشوف المريض في العياده نقول له والله انت في نطاق التحكم حاليا او نقول له لا انت مو في نطاق التحكم هذه نصائحنا عشان ترجع انت لنطاق التحكم. التعايش مع المرض هو تجنب مهيجات الشعب الهوائيه، انزين؟ هذه الامور كلها احنا نوضح للمريض يوميا العياده وعندنا مثقفه ربو، سواء كان غبار، الايام اللي فيها تغير في الجو، احنا ما نمنع المريض من الخروج من من البيت. صحيح ولكن ريكومديشن انك انت تتجنب النشاط البدني المعتدل او القوي خارج البيت في الاوقات اللي فيها الغبار او تغير الجو صحيح زين والشيء الاخر هو يعني روتين سمي تجنب مثلا اذا في والله حد مزجم شيء كذي اذا صافح اليد يلتزم بغسل اليد اللي هو افضل شيء بعد المصافحه دكتور في اسئله تقول ما هي اعراض الربو اعراض الربو مثل ما قلنا هو مرض متذبذب لكن الاعراض تكون عاده ضيق في النفس زين كحه صفير في التنفس مهم حقنا مهم, مهم حقنا بعد ان اعراض الربو عاده تزيد في الليل او في اوقات الفجر هذا الشيء يميز الربو اوكي okay. والشيء الاخر اللي يميز الربو هو المهيجات سواء ربو اعراض الربو تزيد مع ارتباطه بمهيجات معينه مهيجات وارتباطه في حساسيه ففي ربو اللي معه حساسيه مثل اثبتناها وفي ربو اللي بدون حساسيه ربو ممكن يكون هالنوعين هذول جميل نحن ما لهذا الموضوع لكن في حد يقول منو من الناس الاكثر عرضه للربو اولا يكون الناس اللي عندهم ربو في العائله مو ربو او اللي نسميه اي ممكن إيتدي. يكون وراثي يعني طبعا ممكن مم. يكون وراثي فيكون يا اما في يعني يكون في ربو في العائله مم. او يكون في اكزيما حساسيه الجلد, حساسي الجلد. صحيح او ان يكون في حساسيه الجيوب الانفيه موجوده مم. كل هاي تزيد من عرضة التعرض للربو صحيح بالاضافة إلى المهيجات اللي موجودة عندنا في الانفايرمنت سواء في عند الرجال والنساء في فرق بينهم يعني منو أكثر عرضة الرجال والرجال ولا النساء للربو ولا ما في؟ تقريبا متساوي م -م. زين شوي احنا أكثر شوي أكثر عندنا نسبة النساء اللي نشوفهم بالربو لسبب أو لآخر في أشياء مرتبطة بالربو الحمل ممكن يزيد من أعراض ربو عند المرأة بنسبة الثلث الثلث الآخر يتم نفس الشيء والثلث الآخر ممكن شوي يتحسن في الحمل طيب. هذا شيء مهم بالنسبة لنا دكتور شو هي الوقاية من الربو طرق الوقاية من الربو الوقاية من الوقاية من الإصابة بالربو من الإصابة بالربو أوكي. أيضا أو من تهيج الربو متهيج. تجنب, متهيج. تجنب المهيجات هذا مم. رقم واحد رقم اثنين الالتزام بالدواء الالتزام بالدواء مهم لانه يمنع تحول الربو من مرض مزمن متذبذب متذب الى مرض مزمن غير قابل للرجعه صحيح مريض الربو حالته دائما تتحسن يوم تعطيه الدواء بس اذا المريض ما كان على الدواء نسميه الكنترولر البخاخ مم. ممكن يتحول هذا اذا مرض مزمن غير قابل انه يرجع للمستوى الطبيعي دكتور عندنا في مجتمعنا بشكل عام نشوف الامهات لما عندنا يوم العياده الام ترفض انها تقول ان طفلها عنده ربو تحسها كانه هي وصمه تقول لك انا ولدي ليس عنده ربو لكن عنده حساسيه في الصدر. نعم. فشو رايك انت في هالكلام؟ نعم فعلا هي الحساسيه هي نفس الربو، اذا حساسيه في الصدر هي نفس نفس الربو. صحيح، فهي الحساسيه حساسيه الصدر هي عباره عن ربو، بس في رايك شو سبب ان الامهات ما يحبون ان الطفل ينقال عن يعني عادي مثلا فين لقيت امهات عادي يكون الطفل عنده سكر بس تقول ولدي عنده ربو، تحس كانه هي وصمه ان الطفل عنده ربو. <applause> باعتقادك شو السبب انه ما ترفضون يقولون الطفل يكون عنده ربو؟ تو احنا ما نحب نحط مثل ما يكون ليبلنج على حد عزيز علينا انه هو عنده هذا هادل هذا هادل المرض عرفت كيف؟ مجرد بيرسونال تشويس بس مه. الربو يظل ربو هي حساسيه في الصدر صحيح صحيح طيب دكتور وحده تقول انا عندي قطوه في البيت هل راح يصيبني ربو؟ ما آه مو بشرط الناس اللي عندهم عرضه ممكن آه في ناس عندهم ربو بس ما عندهم تحسس من صحيح. من القطط واحنا نقيس هذه الامور، يعني صحيح. انا فحص الدم نسوي نشوف هل عنده تحسس من القطط ولا م. من الغبار ولا من الزرع ولا من اي شيء اخر. صحيح. دكتور سلمان يسلم عليكم واحد واحد، دكتور وليد، دكتورة ندى. سلم عليك شكرا لك دكتور. صباحكم ورد بدون ربو يقولكم. المرض مو منقود دكتورة، هل صحيح. حساسية القش الموسمية هي ربو؟ حساسية يعتمد حساسية القش الموسمية. هي هاي هي هذه تكون في الجيوب الانفيه اصلا ولكن مم. اي تحسس في الجيوب الانفيه في تقريبا يعني من 40 ل 50% تشانس انه هو يتحول لحساسيه في الرئه. طيب دكتور هل الربو آه مرض معدي؟ لا. لا زين ناخذ بو سلطان. صباحك الله بالخير اخوي محمود شحالك؟ حياك الله بو سلطان. هلا اخوي سلطان. تحية طيبة لك وتحية طيبة للدكتورة ندى والدكتور ما انا بصراحة ما لحق دكتور وليد دكتور معنا يا مرحبا وسهلا تحية سالم والجميع المستمع انا عندي سؤال دكتور ما عليك امر فضلا آه عندي بنتي في كروب آه <تكلم> آه و... ويعني يعني طب كروب نعم والتشخيص كذي يقولون عنها كذي هذه يتأ حالة يمكن تقريبا ثلاث مرات مدى يعني يقولي سنتين كذي والمشكله ان في اخر مره كانت فعلا وضعيه صعبه جدا لولا لو وجود المركز الصحي قريب من البيت مه. ولا كانت العمليه بتكون سيئه جدا سؤالي للدكتور هل الكروب هو نوع من انواع الربو المشكله ما لقوا له حل يعني ما اعطونا حل ناجع مثل ما نضربها ابره مه. ويخفف عنها شوي عند الحنجره يعني المشكله في الحنجره ان هي تسكر هي اللي يصير ونحن قبل الحرارة ابو يعني لان كنوع يجيها نفس كم عمرها؟ ثمان آه عم سنوات ثمان سنوات ثمان سنوات مهم. وهل يجيها نفس السعال ديك البدايات جديدة في البدايات دي تستوي دكتور عندك اي نفس السعال نعم أه لا بس بس اساس الكرو الـ 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 الربو المشكله في الشعب الهوائيه الصغيره اللي داخل الرئه مو في الحنجره آه. أي لو ممكن اول شيء تفسر دكتور الكروب الناس آه الكروب هو شو بالعربي؟ بس سؤال بس قبل ما أتذكر ما عليك آه. عمر نعم. هل بيستمر الموضوع هذا؟ يعني هل بيستمر وياه على طول؟ ومشكورين سامحونا على شكرا طالب. شكرا لك تفضل تفضل دكتور هو طبعًا إحنا نعالج الكبار إحنا مش مو متخصصين الأطفال أنا كنت أبغى أسألك عن الأطفال بعد عن ايه. الربو ما بين الفرق ما بين الربو عند الأطفال والكبار بعد كذلك ولكن هو تقريبًا تقدر تسميه سبيكتر واحد يعني هو يمتد على نفس الشريط صحيح. من الصغر بعدين ممكن يتم للكبر أو ممكن مم. يروح طيب في حالة بنت أبو سلطان تقدرين تفيدينا بعد دكتورة أه بس أبغى ايه. ترجمة العربية عشان أعطي ترجمة صحيحة أول ايه. شيء انزين ليه هل... ما جاوب الدكتور عن حالة هل هو ربو ولا لا؟ هي. ال... الكروب المشكله نسميه في الابر ايروي انزين في, الرب... في... ال... المنطقه العليا من ال هي نعم من... من, القصبه الهوائيه المنطقه العليا من القصبه الهوائيه الربو اساسا هو مرض للمنطقه السفلى والشعب الهوائيه الصغيره مم. اللي موجوده بعيده عن هذه المنطقه اوكي ال آ... المرض مختلف عارف كيف أوكي. ولكن احيانا مثل ما التهاب الجيوب الانفيه والتحسس الجيوب الانفيه ممكن يؤدي الى تحسس في الرئه زين اي مرض مزمن في هذه المنطقه اذا اخرج مثلا مضادات للالتهاب ممكن يكون في التهاب يمتد للرئه طيب هذه سبب علمية يعني وذكر صحيح. بعض بعض الاعراض اللي ممكن تصيبها منها الكحه اللي اللي فيها صوت فيها صوت او قال فيها فيها دم اظني ولا لا قالت تتسكر عنها الحنجره, الحنجرة يعني. تختنق يعني م. تقريبا هو هو اسمه الخانوق الكروب العربي اسمه الخانوق خالوق. الخانوق الخانوق زي شو هذا المرض؟ هو مرض شائع عند الاطفال، مثل ما قال هو يكون فيه سعال شديد وايد، يحس كان الحنجره تتسكر يكون فيه حتى صوت الطفل يتغير، احنا نعرفه بالعاده لما يجون العياده صوت الطفل يكون متغير ما يكون الصوت العادي تقول لك صوت ريال هي صار اجش الصوت هي. يعني اجش يعني كيف يعني مو بغليظ يعني يتغير تتغير نبره الصوت، هو شائع عند الاطفال. آه علاجه هالكروب آه ها او الخانوم دائما الحالات العاديه ننصح الامهات مثلا البخار آه بعض الادويه نعطيه في الحالات الشديده ممكن يحتاج ابر كورتيزون للامانه آه انا ما شفت طفل تكرر عنده الكروب وايد يعني بالعاده الامهات تكرر طفل يكون عنده مره يمكن بس طفل ثلاث و -و 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 مرات كان, كان كان سؤاله يعني هل هذا الموضوع بيستمر مع مع الطفله ولا لا؟ ممكن محمود ما يكون في ثلاث مرات هو كروب احيانا بعض النزلات الفيروسيه تشابه الكروب لما الطفل تيل الحاله يعني جميل فانا مو متاكده ثلاث مرات كانت كروب انا ما اقدر اجاوب اخوي لان ما شفت البنت في ثلاث مرات للاسف طيب الان في سؤال يقول في حالات تختلف بعضهم يروح منهم اذا كبروا وانا منهم كنت اعاني من الربو ولكن بعد ما كبرت الحمد لله خفت جدا صارت الازمه تيجي مره كل سنه او سنتين الحمد لله التهاب اللوز أيضا بعد وقت يصير التهاب الرئة ويسبب اختناق وأزمة وربو سارة كانت تقول هذه المعلومات دكتور شو رأيك؟ أولا بالنسبة للتهاب اللوز وعلاقته بالربو ما في علاقة مباشرة يعني هو شيء يكون حاد عارف كيف ما في ما في علاقة مباشرة <applause> طيب هل في حد يسأل في لقاح ضد الربو؟ تطعيم أو شيء؟ تطعيم اللي ننصح به لاي مريض ربو وياخذ تطعيم الانفلونزا بشكل دوري صحيح. طيب احنا ترى بس الانفلونزا تعقيم معنا كامل دكتور مو للوقايه من الربو لان الناس اللي عندهم ربو عندهم عرضه اكثر للنزلات الرئويه مع لما يجيهم الزكام طيب. لما تقول صار التهاب اللي يسمونه النمونيا او النزله الرئويه من شي طيب. ننصح مريض الربو ومريض السكر انه دائما ياخذ ابره الانفلونزا لتخفيف خطر ان تحول لنزله رئويه او التهاب يعني. طيب هني انت ذكرتي بعض العلاجات اللي تقولين بخار وما بخار وهذا، هل الربو يتعالج بالاعشاب دكتور في علاجات طبيعيه لهذا الموضوع مثل احيانا نسمع يقولون اشرب مثلا ينسون ولا اشرب ما ادري كذا الناس تدور دائما طب البديل, هل... الطب البديل. آه ما بتخصصي ما أعرف يمكن في مريض آه يستجيب آه آه ما أتصور في دراسات ولكن آه أحيانا الربو اللي يكون صاحب كحة إذا خلينا نتكلم شكل... عن العلاج الدوائي يعني يعني في أعرف إذا انت شربت اي شيء سواء في عسل ولا في سكر ممكن يخفف من الحكه ممكن يقلل من كحه لا العسل اخاف بو ندى يتصل <applause> ويقول لنا على موضوع العسل <applause> محمود بخصوص الطب البديل احنا جتنا حاله في العياده كانت في ام طفلها عندها ربو ما حبت تستخدم الكورتيزون والبخاخات وهذا بدت على اعشاب ولكن شو اللي استوى بعد مده زاد عنده حده الربو، تحسس من الاعشاب، فيومات الله يخليكم ليس كل عشبه مفيده، لان الطفل اذا عنده ربو عنده قابليه للحساسيه من اشياء كثيره، فلا تعطونا خلطات اعشاب انت ما تعرفين شو فيها ممكن تسبب له نزله ربو شديده لها مضاعفات لا سمح الله، فالافضل افضل تشترين طبيب اولا. طيب شو العلاج الدوائي للربو دكتور؟ العلاج الدوائي ال... الاساس هو عشان دخل مريض في نطاق سيطره تعطيك كنترولر احنا نسميه دواء يتحكم في الربو هذا شوف هذا البخاخ هذا اللي البخاخ اللي لازم يكون فيه كورتيزون بشكل اساسي زين صحيح او في حبوب مش كورتيزون حبوب في مضغ حتى للاطفال في موجوده موجود كمضغ للاطفال صحيح. او كحبه يبلعونها الكبار جميل دكتور وحده تقول عندي اخت فيها ربو وهي من ذوي الهمم يعني كذا ذوي الاحتياجات الخاصه اذا التهبت اللوز عندها بعدها مباشره يصيبها التهاب في الرئه ونمونيه نعم هو هو اصلا يعني احد الاشياء اللي تميز مريض الربو انه اذا اي التهاب فيروسي مثلا سواء كان في الانف او في الحنجره ممكن هذا يسبب إن انتكاسة الرب نفسه عارف كيف الانتكاسة ممكن تطول كم من يوم أو ممكن أسبوع ممكن تتم عندك كحة عارف كيف صحيح طيب الكورتيزون آه الكورتوزون مو بدايم مفيد يا دكتورة ندى لأن الكورتيزون ما يفيد الاكزيما منو قال الكورتيزون لا يفيد الاكزيما؟ هي تقوله مو بنا او هو يقول ما اعرف لا لا هالكلام مو ليس دقيقا ما مو ليس كل حالات الأجزيمة. ليس دقيقا يعني ليس طحينا؟ <تصفيق> 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 ليس <تصفيق> لا اختي اتش كمالي دائما تابعينا هل الكلام مو بدقيق احيانا يكون استخدام الخاطئ للكورتيزون الجرعه تكون خاطئه استخدام المريض الدواء يكون خاطئ ولكن ما نقدر نعمم طيب دكتور الوقايه من هذا المرض نحن ذكرنا ان الواحد يتجنب المهيجات لهذا المرض ولكن هل هنالك يعني امور اخرى يجب ان الواحد يستدعيها عشان ما يصاب بمرض الربو اذا كان عنده يعني اذا ما كان مصاب اصلا بهذا المرض اه لا مجرد المحافظه على الصحه العامه ولا ما في شيء شوف يعني في شيء ممكن يقيك مم. من الربو تدخين الشديد. مثلا دكتور يعني واحد يدخن نعم. شفت بعض بعض المرضى اللي عندهم ربو يدخنون هي بس هذا مهيجات احنا نعتبر تدخين هي. مهيجات الغبار طلع النباتات مم. هاي كلها مهيجات ولكن لا تسبب يعني هو قصدك ما دكتور تسبب ما تسبب الربو تهيج تهيج الربو. الربو ممكن تسبب نوع خاص من الربو غير الربو مم. اللي احنا ها. ها ها. الحين هذا الربو مو يعني وين انا ابغى اعرف كيف كيف الواحد يصاب فيه؟ قابلية الربو موجودة داخلياً عند الشخص م -م. نفسه. كل إنسان. إيه لا مو كل إنسان. آه. هذا الشخص اللي يال ربو، إيه. هاي القابلية موجودة عنده، وتهيئة الظروف المناسبة في البيئة أن هذا الربو يطلع كشكل كلينيكال يعني كشكل إيه. طبي. يطلع عادة يطلع. متى يصاب به الإنسان؟ ممكن من الصغر من الطفوله يعني كم عمره يكون هذا؟ سنتين ثلاث سنتين سنوات ايه نعم ممكن يصاب فيه، نعم وكيف الاهل ممكن يعرفون ان هذا الولد الحين ممكن انه عنده قابليه انه يصاب بالربو؟ صفير في التنفس، كحه كحه كحة تزيد في الليل الصغيروني نفسها الصغيروني. وما تخوز الكحة تلاقي لو ثلاثة ساعة بعد يكح 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 وما هكلي كحون صغاري هي محمود آه. يكح الموسم. الصغير يعني عقب ما يزدشم كم من يوم غير عن أن يكح لمدة أسبوعين وعشر أيام صحيح صحيح. هذا شيء غير طبيعي يعني. دكتور بس قبل ما ننهي عندي سؤال وايد مهم الرسالة توجه للأمهات اللي تقول لك لما تروح العيادة تقول ولدي عنده ربو لازم يلعب رياضة عطينا ورقة تقول فضل ما يلعب رياضة لأن لأنه عنده ربو لا, أوه لا أنا هذا هذا أنا بجاوب دكتور سامحني تفضل لأن, لأن في لعيبة عالميين زين في مختلف الرياضات صحيح زين مصابين بالربو نجوم <applause> نجوم كرويه، نجوم حتى في العاب القوة نجوم في السباحه، في غيرها كذا عندهم ربو. فهذا نادرة. مو معناته انه ما يمارس الرياضه. صحيح احنا ننصح ان مريض الربو يستمر نشاط البدني اللي يقدر عليه، اللي يقدر صحيح. عليه يسوي انزين، في حالات نادره جدا حالات الربو الشديد م. احنا نطلع نسبه العجز من الربو صحيح. وتاثيرها على نشاط رياضي وهذا. صحيح. مريض الربو اللي عنده ربو يقدر ياخذ الفنتلين قبل التمرين ب 20 دقيقه لنص ساعه صحيح او حتى ربع ساعه نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم دكتور نحن شاكرين لك بس انا عندي سؤال شويه خارج الموضوع الان انت رئيس قسم استشاري امراض تنفسيه ورئيس قسم الباطنيه إيه؟ شلون؟ <applause> <applause> الحين محمود لفت انتباه المسمى هو إيه. ترى وايد ينتبه للمسمى لا لازم <وزي> لازم رئيس قسم الباطنيه يكون يكون له يكون يعني استشاري في أحد الأقسام التخصصات في المستشفى لأنه قسم كبير محمود ايه. أكثر تخصص تكون عندك يعني بفتر. فالتنفسية ضمن أو نحن نتمنى لك التوفيق دكتور نحن ما تكلمنا عن الخدمات والله اللي انتم تقدمونها في مستشفى راشد لان في خدمات كثيره ولكن صحيح. سبحان الله الجمهور شوي سحبنا وايد في مساله ان الاسئله اللي اللي تختص بهذا الربو ونحن قلنا اليوم يوم عالمي لهذا المرض فعشان شيء خصصنا بشكل اكبر ان نتحدث عن هذا الموضوع صحيح. معك ولكن هنالك خدمات كبيره تقدم يقدم مستشفى راشد ومن خلال هذا القسم المميز فكل الشكر لك واللي في مستشفى راشد واتمنى لك التوفيق شكرا لك دكتور وليد شكرا حياكم الله شكرا لك شكرا لك دكتوره ندى شكرا لكم ونراكم غدا يوم الخميس الونيس شاء ان شاء, الله, الله باكر عندنا حلقه يعني ان شاء الله اذا ما اعتذر دكتور حيدر بتكون حلقه عن التامين الصحي ما نتكلم فيها عن الارقام والاحصائيات الخاصه بها التامين الصحي وايضا اللي عنده اي استفسارات او بعض الامور اللي صادفها في موضوع التامين الصحي في اماره دبي ممكن يتصل فينا ويكلمنا او يرسل لنا مسج باكر من الساعه 10 للساعه 11 اذا كل الشكر للدكتور وليد محمد استشاري امراض تنفسيه ورئيس قسم الباطنيه في مستشفى راشد، شكرا لكم مستمعينا اللي تابعونا على الانستغرام واللي تابعونا ايضا عبر الاثير واللي اتصلوا وشاركوا في معنا، شكرا لك عيسى سبيل على الاخراج هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ودمتم بصحة وسعادة ليش راقدة ودمتم بصحة وسعادة صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي